Access to finance is one of the very important tools for economic and social empowerment of unbanked women and youth. In Jordan, we are implementing savings and loan groups through our two very important partners, National Association for Family Empowerment and Jordan River Foundation. They have formed so far over 600 savings and loan groups comprising 10,000 plus women and youth. تقوم مؤسسة نهر الأردن بتنفيذ مشروع روابط وادي الأردن بدعم من مؤسسة ميدا وبالشراكة مع الهيئات المحلية المختلفة الموزعة في 4 محافظات مستهدفة من خلال هذا المشروع، وذلك بهدف المساهمة في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، حيث شارك في هذا المشروع ما لا يقل عن 5300 مستفيد ومستفيدة، حيث نقوم بالتركيز على فئة النساء والشباب في هذا المشروع الذين قاموا بإنشاء 321 مجموعة ادخار وإقراض، ووصلنا لحوالي 2000 أسرة من خلال هذا المشروع. مشاركتي في مجموعات الادخار والإقراض من خلال مؤسسة نهر الأردن ومنظمة ميدا علمتني الكثير من المهارات. كوني كنت رئيسة المجموعة فيها، كنت أدير أمورها المالية، كنت مسؤول عن تنسيق الاجتماعات فيها. بالإضافة التدريب اللي حصلت عليه في ريادة الأعمال زاد ثقتي في نفسي وخلاني أفكر خارج الصندوق. أخذت قرض من المجموعة، بلشت مشروعي بتصنيع الزعتر بنكهات مختلفة. حالياً بفكر أورد الزعتر على دولة الإمارات، وفي المستقبل راح أشارك بمعارض خارج الأردن. خلال مجموعات الإقراض والإدخار قدرت أحصل على مجموعة من التدريبات. هاي التدريبات ساعدتني تطوير مشروعي، صار عندي القدرة على حساب الأرباح والتكاليف، صار عندي القدرة أكبر على أنه أفاصل موردي البضائع وأحصل على سعر منافس، وعلمونا كيف نسوق لمنتجاتنا عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي خاصة خلال جائحة كورونا، بالتالي صار عندي قاعدة تسويقية أكبر وصار عندي عدد زبائن أكبر أقدم لهم هاي الخدمة. ما كان لدي مشروع قبل المشاركة بمجموعات الإقراض والإدخار التي قامت بتنفيذها مؤسسة نهر الأردن، فقمنا إحنا مجموعة من السيدات بالمشاركة بهذه المجموعة وأخذنا قرض من هذه المجموعة وأسسنا فيها مطبخ شعبي أسميناه مطبخ خيمتنا للأكلات الشعبية. بعدين أسسنا صفحة على الفيسبوك حتى كبر مشروعنا وتطور ونعرف، ونافسنا فيه بمنحة لمؤسسة ميدا وفزنا بها. بعد ما أخذنا المنحة طورنا مشروعنا واشترينا الأدوات الخاصة للمشروع وكبر مشروعنا وأصبح مشروع مدر لدخل 5 سيدات في منطقة جنين الصفا. هسه أنا مبسوطة كثير إنه مشروعي نجح وتطور، وبنصح كل السيدات يبدأن بمشاريعهن حتى لو كانت بسيطة بتكبر وبتنجح إن شاء الله. مشاركتي مع مجموعات الإقراض والإدخار أنا وسيدات المنطقة استطعنا أنه ننمي مشاريعنا الخاصة فينا، وبعدين اقترحت على سيدات المنطقة بعمل مشروع إدخار للأطفال، صندوق إدخار للأطفال، فحبوا الفكرة وأصبح كل طفل يجيب 10 قروش يدفع سهمه، وصار الأطفال يدفعوا أسهمهم وكل نهاية شهر يجوا يأخذوا الفلوس ويشتروا حاجاتهم الخاصة فيهم، واستفادوا من المشروع وصاروا يعرفوا أي وقت يجوا يأخذوا جمعياتهم مشان يشتروا حاجاتهم الخاصة فيهم. أنا مبسوطة إني بوفر لأنه رح أشتري راوتر لما أستلم الجمعية مشان أدرس على المنصة لأنه ما عندنا نت. بالرغم من المصاعب والتحديات اللي واجهتنا للوصول ل 10,000 مستفيد ومستفيدة، إلا أنه طمحنا كمان مش بس أن نوصل لهذا العدد وإنما نغير بحياتهم وحياة أسرهم. بهاي المرحلة من المشروع عم نشتغل على استدامة الأثر، عم نحاول نتأكد من أنه المجموعات اللي أنشأناها في مختلف مناطق الأغوار هي قادرة على أنها تستمر، وبل وإنما تكبر كمان وتشكل مجموعات جديدة في مختلف المناطق.
هسه أنا مبسوطة كثير إنه مشروعي نجح وتطور، وبنصح كل السيدات إنهن يبدأن مشاريعهن حتى لو كانت بسيطة رايحة تتطور بإذن الله. وهلا أنا فخورة بمشروعي وبالإنجاز اللي وصلت له، قدرت أحصل على منحة من مشروع روابط وادي الأردن. هاي المنحة راح تساعدني بزيادة عدد منتجاتي وتطوير مشروعي وتوسيعه.